كان عبد الرحيم وما واكل 3 ايام، بل واحد لبيدو راه يشربو، جا عطش بزاف شراب مسكين، اللي ما شافش كاع داكشي فيه شراب، ولقى فيه مرقاطع تبدل بزاف، لا واحد اخر لا تحت واحد من الموتور باش يشير عليه وبان له واحد الضحيه قدامه كتاكل السبول، هضر معاه على الزم عطى مو بيدو فيها وهذا كان بليف الكلاب وكشكاش بانت له في البيكارة عوج للرويضة، بعد ما عوج للرويضة بانت له عوج في الضحية أرعضة بانت له في داك البيدو ما عارف شاش فيه كاع كيشرب هاد الهبيل، بانت له طوموبيل جاية صحابو البوليس ما داهاش فيها وشاف فيها شوفها خناقصة وشير عليها امها قالك بغيت ترتقها بالمال الخاطع، الضحية حسات بانها بهجوم من شنيولة هربات وطالع عليه طالع عليه ويعطيه لبوه ما جابهاش فيه تما رشتو في المقاطع وغير مايا. بعد من اتصلنا بالمخابرات الامريكية قلبنا ان الضحية تضربات بساقية ولا خطوها اييه، وما نعرف الضحية لقينا فيها عضات نموس يعني من مني تقتلات وتقتلات من ضواحي خندق من عضاتها